الحاله ديال ساره. هذه ساره هذه الحاله العاشره ولا اكثر ولا ما عرفتش شحال من حاله اللي كيكون ما بين الرجل والمراه واحد عاد سوء النقاش او شي حاجه للاسف باش يدوز داكشي على يد القضاء ويترى كيولي هذاك حسابات اللي كتكون ما بين جوج الاشخاص. ولو ان هذيك السيده ساره وقع طلاق رسمي وشرعي من القضاء بقات داك الاتصال او ما عرفت بالضبط واش كاين لان لا اعلم الغيب. اللي كنعرف على حسب الحكايه ديالها ان قبضها هزها طيحها في الارض ضربها النوبه الاولى في الحنك اليمين في الحنك اليسار ضربها في الراس قطع لها جوج الحصى في يديها شيء غير مقبول باي صفه كان. ولو كانت عندهم مشاكل بيناتهم اظن بلي كانوا يلتجؤوا للقضاء احسن ما يلتجؤوا للطريقه اللي داروها. القصه ديال يوسف هي رجعت قضيه وطنيه ما بقاتش قضيه ما بين مريض وطبيب، هي رجعت قضيه مشكله عويصه وطنيه اللي هذه الجريمه غير كتزيد وتكثر بسبب تهجم بالسلاح الابيض على الاخرين كيف ما كان كان على المراه على السرقه على الزوجه والعكس كذلك. لما شفت هذيك الفيديو بحالي بحال الناس تاثير كبير وفهمت بلي ان الوقايه المدنيه والمستشفيات كلهم انا به كيدير واحد الفيديو وكيستنجد او كيطلب باش انني ندخل في الحاله ديالو. بالطبع لما الاسم ديالك كيتجبد ما يمكنش تسكت في العلنيه كان سريا او علانيه تطلب هذا. بالطبع حتى سريا يمكن نديرو ما يسقلو خبر حتى شي واحد، لكن لما ارجع قضيه راي عام وراي وطني كان من التدخل من اللازم. دونك التدخل ديالنا كان هو تكميل وتحسين الحاله اللي كان فيها. والبارح العمليه المهمه دارت ليه الحياه ديالو تحسنت بشيء كبير، واللي عجبني هو ساهمت بطريقه مباشره على الجانب النفساني ديالو اللي تحسن بشيء خيالي من شاب مزوج وعنده وفيه مرض سكري واسترجع الثقه في النفس ديالو. كنظن بلي هذا الشيء الايجابي اللي توصلنا ليه وانا فرحه ليه وعزيز عليا ليه وحتى هو مبشور وجهه مبشور. هذا الشاب باين عليه مسكين داخل سوق راسو كيصلي مقابل خدمته مقابل مراته، للاسف اللي وقع له هذا الشيء ونتمنى انه يكون بالتوفيق يرجع للخدمه ديالو.